ايه اول درس اتعلمه الانسان على الارض ومين اللي علمه له؟ اهلا بيكم في سين سؤال. بس قبل ما نجاوب على السؤال برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ويلا بينا. ناس كتير مش بيحبوا شكله ومنظره وبتشأموا لو سمعوا صوته، وما يحبوا يتريقوا على حد بيشبهوه بيه، مع انه اول معلم للبشرية كلها وأول من أعطى الإنسان درس على الأرض، مع المعلم الأول والأستاذ الأكبر للإنسان، مع أستاذنا الغراب. بعد هبوط أبونا آدم وأمنا حواء للأرض حاجات كتير اتغيرت في حياتهم. جو متقلب، شوية برد قارس وشوية حار لا يطاق، وشمس بتلهب الأرض، ومطرة وزوابع وأعاصير، حيوانات مفترسة وحشرات مزعجة، حاجات كتير غريبة ومش كويسة كانت جديدة عليهم وما شوفوهاش في الجنة قبل كده. لكن أغرب حاجات مرت بحياتهم كانت الإحساس بالجوع والخوف والتعب. في الجنة لا كان في جوع ولا كان في خوف ولا كان في حتى تعب، لكن في الأرض كل ده كان موجود. والأغرب من كل ده كان الحمل. أيوة، أمنا حواء حملت وولدت كمان. أول مرة تمر بالتجربة دي، ياه تجربة قاسية ومؤلمة. لكن العجيب أنه بعد الولادة والتجربة المؤلمة دي حبوا المولود. لا ده مش مولود واحد، دول اتنين في بطن واحدة، توأم ولد وبنت. حسوا بعاطفة جياشة ناحية المولدين دول، حب غريزي ولا إرادي هيورثوه لولادهم من بعدهم، ويصبح حب الأبناء غريزة في الإنسان بل في كل الكائنات. سموا الولد قابيل. كبر التوأم شوية وفي تاني سنة حواء ولدت توأم تاني برضو ولد وبنت، وسموا الولد هابيل. كبر العيال وبقوا يتشاقوا ويلعبوا زي كل الأطفال، وكبروا أكتر وأصبحوا شباب ولازم يتجوزوا بقى عشان إعمار الأرض وإكثار النسل. بس ازاي يتجوزوا وهم كلهم اخوات؟ بس مفيش حل تاني، لانه ببساطة مفيش غيرهم على وجه الارض، وهم اللي المفروض هينشروا اولادهم بعد كده على الارض. طب ايه الحل وازاي تتحل المعضلة دي؟ استخار ابونا ادم الله سبحانه وتعالى اللي ارشده للحل، اللي هو ايه بقى؟ افضل شيء هو انه كل واحد يتجوز توأم التاني، يعني قابيل يتجوز توأم هابيل وهابيل يتجوز توأم قابيل، وبكده يبقى في تباعد ولو حتى تباعد نسبي. لكن هنا كان في مشكلة، توأم قابيل اللي المفروض يتجوزها هابيل كانت جميلة، عكس توأم هابيل اللي هيتجوزها قابيل ما كانتش حلوة. وهنا دبت الغيرة في نفس قابيل وكبرت في دماغه، ازاي هابيل يتجوز المزة الحلوة وهو يتجوز الوحشة؟ قعد يجادل مع ابوه آدم عليه السلام، دي مش حلوة يابا، دي شبه يابا، ده بيني وبينها شنب يابا، ماليش دعوة، انا عاوز اختي اللي نزلت معايا في نفس البطن. حاول سيدنا آدم يفهمه ان ده مش رأيه لكنه وحي من الله سبحانه وتعالى، لكن قابيل ركب دماغه وقفلت معاه. هو كده ابونا ادم قال لهم، شوفوا يا اولاد كل واحد منكم يقدم قربان لله، واللي ربنا يتقبل قربانه يبقى هو اللي يتجوز البنت الحلوه. واحد هيسال ايه هو القربان بقى؟ القربان هو اي شيء بيقدمه الانسان ليتقرب بيه لله سبحانه وتعالى، زي الاضحيه كده والصدقات والزكاه. طب يا عم ما فيش حد على الارض نديله صدقه ولا نتزكى عليه، ما فيش غير ادم وحواء والولدين والبنتين دول، يبقى القربان ده يتقدم لمين وازاي؟ وكمان هما ازاي هيعرفوا ان ربنا تقبل قربان مين فيهم؟ لان في الوقت ده لا كان في فقراء ولا اغنياء ولا حتى كان في حد غيرهم. الولدين سمعوا كلام ابوهم وطلعوا على قمه الجبل وكل واحد معاه القربان بتاعه. قابيل كان مزارع زي ما بنقول كده فلاح، راح واخد حزمه سنابل معفنه من اردأ انواع القمح اللي عنده وطلع بيها على الجبل عشان يقدمها قربان. ومن تفاصته وبخله بص للسنابل المعفنه اللي معاه دي، لقى في وسطهم سنبله كويسه، راح فاركها وكلها المفجوع. اما هابيل فكان راعي غنم، وهنا عارفين طبعا ان دي مهنه الانبياء، فجميع الانبياء راعوا الاغنام. هابيل وقف يستعرض قطيع الغنم بتاعه واختار احسن واسمن خروف عنده، كبش كده بسم الله ما شاء الله سمين ومدملك ومليان ويملى العين، وراح صاحبه من قرونه وطلع بيه على الجبل وهو بيدعي ربنا انه يتقبل منه. كل واحد حط القربان بتاعه وهابيل قعد يسبح ربنا ويدعيه في سره، اما قابيل فكان بيفكر في ايه؟ محدش عارف. وفجاه نزلت نار من السماء ضربت الجبل اللي هم واقفين عليه، وبعدين طلعت السما تاني واخده معاها الخروف اللي قدمه هابيل علامه على تقبل الله لقربانه، وسابت سنابل قابيل المعفنه تبعترها الريح. خر هابيل على وجهه ساجد لله سجود شكر، وجل الدم في نافوخ قابيل وقعد يزعق ويرفص، لا مش ممكن، انا عاوز البنت دي، دي اختي، دي اختي اللي اتولدت معايا، انا وهي في بطن واحده. حاول اخوه يهديه ويفهمه ان ربنا بيتقبل من المتقين، لكن مفيش فايده. صمم قابيل على رأيه وتشنج وصرخ في أخوه هابيل وقال له، لو اتجوزت البنت الحلوة دي هقتلك. رد عليه هابيل بهدوء، لو انت مديت ايدك ليا عشان تقتلني عمري ما همدي ايدي عليك وقتلك. وعشان يبين له انه مش ضعيف ولا جبان ولا خايف منه وضح له السبب، قال له
إني أخاف الله رب العالمين. يمكن كده كان عايز بيحننه يعني أو يخوفه من ربنا وإن هو يتقي الله. وعشان يخوف أخوه من الاستمرار في الشر والتمادي فيه زود كمان وقال له إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هو هنا مش بيتمنى أن أخوه يكون ظالم، لكن هو بيقول الكلام الطبيعي، الظالم لازم يتعاقب. فهو هنا بيخوفه تاني وبيقول له انت ارتكبت معصية في الاول، انك عصيت اوامر الله، لان ربنا هو اللي اوحى لادم ان محدش يتجوز توأمه عشان يحصل نوع من التباعد، والتاني ذنب قتل اخوه لان هو كان مصر على انه يقتل اخوه. لكن الكلام ده ما حوقش في قابيل وفضل الشر يزيد جواه يوم عن يوم، وفضل يصارع نفسه كده، لكن في النهاية غلبته نفسه وقتل اخوه. محدش عارف قتله ازاي، لكن في الاسرائيليات روايتين، الرواية الاولى انه ضربه بحجر او صخرة على راسه لحد ما مات، والرواية الثانية انه خنقه وفضل يعض فيه لحد ما مات. لكن القرآن الكريم ذكر حادثة القتل دون توضيح الطريقة، النتيجة واحدة، سواء كده ضربه بحجر او خنقه او عضه، يعني المهم كده كده مات. وزي اي مجرم ما بيرتكب جريمته، وقف قابيل قدام جثة اخوه وهو بيتنفس بصعوبة ومذهول ومش مصدق اللي حصل، راح يقلب في جثة اخوه يمين شمال مفيش فايدة. طب يعمل ايه ويروح فين ويجي منين، يتصرف ازاي؟ في الإسرائيليات قالوا إنه شاله على كتفه وقعد يطوف بيه في الأرض سنة كاملة، لكن مفيش أي سند للكلام ده. كل اللي نعرفه إنه قعد محتار مش عارف يعمل إيه بجثة أخوه، وهو قعد بيفكر حطه قريب منه وغرابين بيتخانقوا مع بعض. دول أرسلهم الله سبحانه وتعالى، قعدوا الغرابين دول يتخانقوا مع بعض لحد ما واحد منهم قتل التاني، وبعد ما قتلوا راح يحفر في الأرض حفرة وراح دفن الغراب المقتول فيها وهال عليه التراب لحد ما غطاه. خبط قابيل على راسه وعض شفايفه وهو بيتحسر على اللي حصل، وقعد يقول بقى يا لهوي ايه ده، للدرجه دي انا قليل، للدرجه دي انا صغير، ما حصلتش حتى الغراب. وبقى ينام ويقوم وهو ندمان، وكل ما يشوف غراب او يسمع نعيقه يفتكر اخوه واللي عمله فيه ويزداد ندمه. من مراقبته للغربان عرف قد ايه ان الانسان اللي هو سيد الكون ممكن يبقى فعلا سيد الكون، وممكن ينحدر ويصغر وما يحصلش طائر ضعيف الناس بتتشائم منه. عرف ان كل شيء له قوانين ونظم، عرف محكمة الغربان اللي بتحكم على اللص منهم اللي بيسرق قش اخوه بانه يبني له قش خصوصي، مش بس كده ده كمان ادبا ليه بيهدموا له القش اللي سرقه. وعرف كمان ان الغراب مش بيتجوز غير نتاية واحدة بس، اما اللي عينه تزوغ ويسرق مرات غيره من الغربان يا ويله يا سواد ليله، بيحكموا عليه بالاعدام ضربا بالمناقير، بتتجمع عليه كل طيور السرب وتفضل تضربه من قرها لحد ما يموت، وبعدين يدفنوه زي ما الغراب الأول دفن أخوه قدام قابيل ويعملوا له جنازة معتبرة. الحاجات دي كلها مرت بقابيل اللي فضل ندمان لحد ما مات. في الوقت اللي حصلت فيه الأحداث دي كان أبونا آدم بيطوف حوالين المسجد الحرام زي ما شاف الملائكة بيطوفوا حوالين البيت المعمور في السماء، وما رجع وعرف اللي حصل زعل جدا وقعد يبكي على ابنه هابيل، لكن ربنا عوضه بعدها بسيدنا شيس اللي مش بس ورث أبوة البشرية لكن كمان ورث النبوة بعد آدم عليه السلام. دي كانت حكاية ابني آدم وبداية الصراع البشري بين الخير والشر، وحكاية الغراب أول أستاذ للبشرية اللي اداها أول درس. هنا وصلنا لآخر الفيديو، برجاء لو حسيت أن الفيديو ده أفادك أو أضاف لك معلومة ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.